السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة أخوانا عزيزي في 3 أحلام بيدلوا على إن في مرحلة جديدة وإن في فتح أبواب خير. يعني إيه فتح أبواب خير؟ يعني بإذن الله مثلا ممكن تلاقي نفسك بتفتح مشروع، المشروع ده رزق ليك، بتفتح محل مثلا بتشتغل فيه، بتسافر بتشتغل في مكان معين في وظيفة معينة، كمان ممكن يكون الزواج باب خير ليك وانت متعرفش سواء كنت رجل او امرأة. فأبواب الخير كتيرة جدا وحاجات احنا بنتمناها بتكون خير. طبعا في رؤى في المنام، الرؤى ديت بتكون اشارات الى ان في ابواب خير هتتفتح قدامك او في امور هتتغير قدامك للافضل. الأحلام دي كتيرة جدا، ولكن إن شاء الله النهاردة هنذكر 3 أحلام سهلين في ناس كتيرة جدا بتشوفهم وبتستبشر بيهم، بيكونوا بالفعل بشارات كبيرة جدا بفتح الأبواب وتيسير الأحوال إن شاء الله. هنتعرف على الأحلام دي بالتفصيل، ولكن قبل ما نخش التفاصيل الفيديو أحب لكم اشتركوا في القناة، فعلوا زر الإشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار، ولو حد عنده رؤية أو حلم وحب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وإن شاء الله نتواصل معاه ونرد عليه في أسرع وقت. الرؤية الأولى أخوانا الأعزاء من الرؤى الجميلة جدا، وهي رؤية المفتاح في المنام. المفتاح بكل أشكاله في المنام رؤية مبشرة بفتح أبواب خير، بفتح أمر مهم في حياتك، أمر متعطل الأمر ده هيتغير وهيبقى فيه تيسير مهم. طيب بنشوف المفتاح ازاي؟ بنشوف المفتاح على انه في الارض مثلا واحنا بناخده، او مثلا بيجي شخص وبيهدينا المفتاح سواء كان صديق او اخ او والدنا او والدتنا. كمان ممكن يجي شخص في المنام من الاقارب ولكن بيكون متوفي او متوفى، بيجي يعطينا المفتاح في المنام. طبعا بتكون رؤية جميلة جدا ومبشرة جدا بفتح أبواب خير، نعرف على طول إن في أمر، الأمر ده في تغيير مهم جدا هيحصل ولكن للأفضل بإذن الله. يعني تغيير للأفضل مش تغيير للأسوأ، لا للأفضل، لأن احنا بنكون مقربين ومعروف إن بعد الكرب الفرج بإذن الله والفرح. الرؤية التانية أخويا العزاء برضو رؤية جميلة جدا، إنك تشوف طاقة نور أو نافذة نور من السماء. طبعا بتبقى مفتوحة نافذة نور سواء أنت بتدعي والنافذة دي مفتوحة، أو إن النافذة دي بتنزل نور عليك وعلى المكان اللي أنت فيه. تعرف على طول إن دي حاجة كويسة جدا وبداية مرحلة جديدة هتحصل على خير كبير جدا في الفترة القادمة. الرؤية التالتة أخوانا الأعزاء رؤية سماع الأذان في المنام، إنك تشوف رؤية وتلاقي إن أنت مثلا بتسمع الأذان فيها وبتروح تصلي، دي حاجة كويسة. أو أنت بتشوف رؤية كويسة ورؤية مفرحة وبتقوم وبتلاقي صوت الأذان اللي هو أذان الفجر شغال. طبعا الرؤية دي من أجمل الرؤى اللي بتدل على بداية مرحلة جديدة وإن في خير كبير جدا ليك وفتح أبواب خير بإذن الله. واللي يشوف الرؤية في أذان الفجر ويلاقي إن الفجر بيأذن، ربما إن الأمر ده محتاج منك إنك تداوم على قيام الليل أو تداوم على صلاة الفجر في وقتها، لأن طبعا من أفضل الأشياء إنك تصلي الفجر في جماعة بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة إنها تصلي الفجر في وقتها في المنزل عندها، فطبعا دي علامة كويسة جدا إن الواحد يداوم على الصلاة. وفايدة صلاة الفجر وفايدة قيام الليل فيها تحقيق أهداف وتحقيق أمنيات بإذن الله. شكرا أخواني الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.